السلام عليكم يا جماعة، اليوم راح يكون عندنا مقطع جديد، واليوم إن شاء الله راح نكمل مع بعض في لعبة طفل من الحرب العالمية. اليوم بإذن الله في هذه الحلقة إن شاء الله راح نكمل مع بعض في اللعبة، وراح نشوف وش راح نقدر إن احنا نسوي، وراح نكمل طبعا في الحياة حقت اللعبة. فطبعا مثل ما انتم شايفين اللعبة قدامنا، طبعا لا تنسوا زر اللايك يا جماعة اللي حابين احنا نكمل فيها. فيقول لي يا طاب صباحك، فخلنا نرد عليه على طول يا جماعة. في عندنا رسالة خلنا نشوف مع بعض. يعاني المصنع نقص في الموظفين، نظرا لقلة عدد الموظفين قد نطلب منكم أحيانا العمل لساعات إضافية مع زيادة الأجور التعويضية، تنتهي فترة العمل الإضافي في المساء. أوكي، يعني راح يخلوني أداوم بشكل أكثر نوعا ما. زين، الحين الطفل توه صاحي، عندي أكل والله عندي أكل أشوى، خلي يأكل، أكلنا خلص تمام. ولا تنسوا يا جماعة أن أنا وعدته أن احنا راح نجيب له شنطة، والمشكلة الحين موضوع الشنطة شوي صعب. ليش صعب؟ لأن ما عندي فلوس، الشنطة الواحدة ب$200، فراح يعني راح نعاني شوي. المهم خلاص السحم بس خلصنا. انزين، خلى الحين هو يروح، حقيبة الظهر ستكون مفيدة. والله أنا آسف الحين ما أقدر. الحين خلنا نروح، أنا خلنا أودي مدرسته وأروح على الوظيفة حقتي. أوكي، صار معي 200، ممتاز. مش شوفوا، الحين عندي خيارين، الوقت إضافي راح اكمل. اوكي، 235 صار معاي. انا حاليا تاخرت يا جماعه. اوكي، راح اكره ان اكون وحيدا في المنزل، انا سعيد انك عدت. والله رجعت يا جماعه الليل وما معانا اكل، اشعر بالنعاس، اتوقع ان احنا قاعد نعيش فتره جدا صعبه حاليا. خليه يروح ينام. اوكي، اليوم اللي بعده لازم اجيب له اكل. عثرت على بعض العصي في الطريق الى المنزل من المدرسه، عليك مشاهده هذا، ربما يمكننا صنع شيء منها. اوكي، هل يمكنك قراءه قصه قبل النوم من اجلي؟ بالطبع، خلنا نقرا على طول يا جماعه قصه. المشكله المحلات يسكرون الليل، فانا الحين ما اقدر اروح واجيب اكل. اوكي، فخلنا الحين نقول له قصه. قلنا له يا جماعه قصه وراح ينام، نعدي اليوم اللي بعده. فعدينا اليوم هذا عديناه بسرعه يعتبر شوي. الحين اليوم اللي بعده ما عدنا أكل في البيت. جتنا رسالة، هذه الرسالة مجلس الحي، هذه الرسالة بمثابة تحذير، لقد تلقينا العديد من الشكاوى حول قيام أحدهم بالتحدث باللغة الألمانية في الحي، هذا الأمر غير مقبول، يجب التوقف عنه بالفور. ما أدري من اللي يتكلم اللغة الألمانية، ما أدري من يتكلم ألماني، والله أنا آسف إذا أنا ما أتكلم ألماني، والدي ما يتكلم ألماني. المهم أكل فيه، ما في أي نوع أكل نهائيا معانا، بيروح المدرسة اليوم جوعان. والله العظيم آسف، قسم بالله آسف. أو دقيقة، اليوم مو إجازة. أوكي دقيقة، بما أني يمديني أروح فبشتري لنا شوية أكل تمام. واحدة، ثنتين، أوكي، مفروض أتعلم الأشياء هذه. لا ما أقدر دقيقة، نقص من هذا و شنطة وفلسنا. لسكو، اشتريت له شنطة. ما هذا؟ أخذت له شنطة، إنها مفاجأة. أوكي، هل هي حقيبة الظهر؟ إنها حقيبة الظهر، إيش كذلك؟ إنها حقيبة الظهر، كيف راح إن أنا جبت له حقيبة الظهر؟ إحنا مفلسين حالياً. لقد اشتريت لي واحدة مثل ما وعدت. شكراً لك، شكراً جزيلاً، إنها ممتازة. على الراحة والسعة، أنت تستحقها. حافظ عليها، لا أنت تستحقها، أوكي. الحين، لا دقيقة، بيروح قبل لا تروح، اكل لك شيء، اي شيء كل اي شيء. اوكي، اعطينا هذا. انا الحين لازم اتعلم كيف اطبخ، انا اخذت اشياء طبخ. حقيبه جميله، خلاص خليه يروح الحين هو، وانا بروح طبعا للوظيفه حقتي. لازم اتعلم كيف اطبخ، ما ادري كيف يطبخون. الحين عديت، احتاج يعني لا، اليوم ما في وقت اضافي، اليوم اروح المنزل. حصلنا $75، نرجع للبيت. لقد عدت، تعلمت الكثير، كان الجميع متحمسين حقا اليوم، كان المفترض ان ياتي الينا معلم اخر السيد سولي هايم، انزين لكن لا يستطيع العمل، لا اعرف لماذا، سياتينا معلم مختلف يسمى السيد بيرغ، سترى كيف سيكون، اتمنى ان يكون الطف من الانسه هانسين في التعامل معي، احب حقيبتي. اوكي، عجبتها الحقيبه اللي اعطيتها اياها. الحين دقيقه، احنا عندنا هذا زمان، خلينا نجرب ان احنا نطبخ، فسوينا اول شيء، بنجرب ان احنا نطبخ. نضبط امورنا. انا نسيت ان انا فعليا سويت الشيء هذا او اشتريت منه. شنو بعد اشترينا؟ جليل. لازم نتعلم منه. تعال دقيقه. ناكل الحين ولا ناكل باكر؟ ناكل الحين وناكل باكر. ما يمدي. لازم ينام. نام. هو ينام ولا لازم نجي هني، في رسائل. في رساله مهمه عندنا.
اقرأ. اوكي. البدء في كتابة خطاب. اسم الأم سير. اوكي. انزين. عزيزتي سيري، اعلم انني وعدتك بتركك وشأنك، ولكنني اضطرت الى الكتابة لك الان. لقد بدأ كارس في الذهاب الى المدرسة. يبدو ان ما كان، انا توقعت ان امه وابوه ماتوا في الحرب، بس الضار الموضوع مختلف، الضار محيين. زين، وقد تحدث بالفعل، ونحن الان بحاجه شديده الى معرفه الحقيقه عن والده. هل يمكن اخباري بالمزيد من اجل كارلوس؟ اطيب التحيات. ارسل خطاب. ارسلنا على طول يا جماعه الخطاب. الحين يمديك تاكل، تثاوب، ما خلاص ما يبي ياكل شيء، يبي ينام. خلاص نجيبه هني ونودي على طول. هم السيد برغ يبدو من اسمه انه سيكون متشددا، وسيكون من الجميل ان اسمع قصه قبل النوم، اليس كذلك؟ لقد تهم، لقد تأخر موعد النوم، لقد تأخر الوقت. اليوم ما يمديني، لا نام اليوم. او حسن، ليلة سعيدة، خلاص راح ينام الحين، خلينا ونصحى يا جماعة اليوم اللي بعده. امورنا شوي بدت الزين، اوكي، هذا الشيء لازم نحطه في الحسبان، ان امورنا بدت الزين يا جماعة. تونا صاحين على طول الصباح، ان يوم السبت، لا يوجد مدرسة اليوم، يمكن زيارة ليف الان. حسن استمتع بوقتك، خلاص خليه يروح، ساذهب اذن. ما المشكلة، ما أكل شيء ما يصير طبعا. أحمم شنو؟ ما في أحد، في شيء هني، ما في شيء هني. أنا يمديني أطلع، يمديني أروح للعمل حقي، وطبعا إجازة عنده، خليه يستمتع. وأنا في الوقت هذا بروح في وقت إضافي، خلنا نأخذ وقت إضافي ونزيد فلوسنا شوي، زدنا فلوسنا حبتين، تمام. ما يمديني أروح مكان، يمديني نرجع. إيش سويت في نفسك؟ بينام، يمكن الذهاب للنوم. يا عمي اي نوم الحين؟ يمدي، خلنا حمام بسرعة، حمام على السريع، اوكي، ونودي نام. مشكلة، ما اكل من امس. قراءة قصة. لقد تأخرت عن موعد النوم. اوه ليلة سعيدة. اليوم بعد تأخر عن موعد النوم، لا اليوم اللي بعده لازم ياكل. فعدينا يوم السبت، انزين يوم الاحد اجازة بعد، ولا شنو؟ اشعر بالجوع الشديد. إيه انا ادري فيك، ما قاعد تاكل. انه يوم الاحد، لذا يمكن الخروج معي اليوم، ولو ان لدينا سنارة صيد فيمكن الذهاب للصيد. زين، عثرت انا وليب على بعض التوت ايضا، ربما سنذهب لجمعه. دقيقه، تعال هني، اكل هذا واكل الثانيه. حلو، ضبطنا من ناحيه الاكل. امجي هني، غسل وجهك على السريع، غسلنا وجهه، ضبطنا اموره، نرجع. اوكي، يمدينا لعبه او يمدينا نروح. هو قال يبي يطلع صح، وين كان يبي يروح؟ هني. خلينا نجمع بعض الفطر، الاشياء اللي ممكن تفيدنا. في ثعلب هناك، ايش سالفته؟ السيد فوكس، اوكي، اختفى. راينا ثعلب، كان ذلك مدهشا. اوكي، الثعلب ما ادري، ما هاجم علينا، الامور تمام. جمعنا بعض الأشياء. هل لديك الرغبة في القدوم لمساعدتي؟ هذا عظيم، هيا نرسم شيئا. يلا خل نروح نرسم، هيا يلا. اليوم هذا راح تكون يا جماعة رسمتنا، فرسمنا هذا الرسم الحين على السريع عشان بعدنا يكون سعيد وما شابه، فضبطنا الأمور من هالناحية. شكرا لك رسمت معي، اتضح أن هذا رسمة جميلة حقا، ليس كذلك؟ بالطبع، عمل رائع، شكرا. الحين أنا بضطر أروح. ما يا عمي، ما في أكل في البيت. دقيقة، يمدينا نسوي أكل بالتوت. Let's go، هنسوي بس شيء واحد. طبخنا طبخة ثانية، سوينا بالتوت. أوكي، يعني الأشياء اللي نروح نجمعها يمدينا نحن نسوي فيها أكل، الحمد لله. يعني مو دائما راح نحتاج إن إحنا نشتري. إنزين، أنا أحب اللعب مع ليب حقا، وتضحك عندما أقول كلمات الغريبة. كلمات غريبة، يسعدني أن لديك صديق مثل ليب. كلمات غريبة مثل شنو؟ أنت على دراية بهذه الكلمة، مثل أومي وكلمات أخرى غريبة تقول لي بأنها تبدو مضحكة. لا تقل تلك الكلمة بعد الآن، لا، عليك الانتباه من أن مش فيها الكلمة، عليك الانتباه إلى من تقول تلك الكلمة أمامه. حسنا، طالما أنت مستأنس، أنا ما أدري شو الكلمة اللي قالها أصلا. هل يمكنك قراءة قصة التي أحبها؟ يا عمي كل يوم تأخر الوقت، أنا آسف. نعم، كنا كل يوم نقول له قصص، الحين ما يبي نقول له قصص، نعدي اليوم ونروح اليوم اللي بعده. بسم الله، وصلنا تاريخ 27 وما زلنا مستمرين. انزين، صحينا، جتنا رساله،
نشوف مع بعض الرسالة وش وضعها. رسالة راحت على طول المكتب. المهم بنشوفها بعد شوي أو نهاية اليوم راح نقدر نحن نقراها. الحين خلنا نودي على طول يستحم. تعال استحم، ضبط أمورك. أوكي تعال هني، غسل وجهك. أيوة تعال تعال هني، وأكلك هذه، وأكلك واحدة. أجيب أنا هذا المدرسة، عليك أن تجتهد اليوم. ما أعطي واحدة ثانية؟ واحدة ثانية. أوكي رفعنا شوية من الأكل. الأكل ما قاعد يرتفع رفعة كبيرة للأسف، ما أقدر أسوي هذا الشيء حاليا، فخلاص وراح. وأنا أروح بعد الحين للوظيفة حقتي، فلوسنا زادت. أروح يوم ما بروح وقت إضافي، لا بروح المنزل، بجي للمحل أول بنشتري هذا النوع. وش في أشياء هني؟ أوه هني في أشياء بيض وغيره. دقيقة اشتر هذا مشط. أوكي بس دفعنا مبلغ كبير نوعا ما، بس رجعنا البيت. لقد كنت أمزح، أنا آسف، لقد حاولت إيقافه. منو؟ كانت غالية جدا والآن تمزقت الشنطة. أرجو ألا أكون قد أغضبتك. هؤلاء المشاغبون يجب إيقافهم. أوه لا، هل أنت بخير؟ لم يحاول أحد إيذائي، أنا حزين فحسب. لقد عملت بجد لشراء حقيبة الظهر هذا من أجلي ولم أتمكن من الحفاظ عليها. جميلة وما أدري شنو، فالظهر أنه خلاص يعني صار فيها شيء. لا تحزن يا كالوس، سوف أصلحها أو سأصلحها، ما عليك بابا ضبطها. حقا هل يمكنك إصلاحها؟ إيه سوف، آسف لم أتمكن من الحفاظ عليها أكثر من ذلك. مشكلة ما طول يعني بسرعة تربت. المهم خلنا نجي دقيقة نشوف الرسائل. عندنا رسالتين. أول رسالة، في الأنباء يمكنك تحضير مربى التوت البري اللذيذ، 3 كيلوغرام فواكه ولتر عصير. أعطونا هني وصفة لو حابين احنا نسويها. شيء ثاني دقيقة، أنا آسف لا يمكنني مساعدتك، لدي حياة جديدة الآن ولا يمكن السماح بالأخطاء الماضية أن تعكر صفي. كالوس لم يعد مسؤوليتي ولا لا أريد خطابات أخرى. هي أمه قالت الرسالة هذه، إيش فيها هذه؟ دقيقة خلني اليوم أضبطه بأكل زين، اليوم بضبطه بأكل زين. زعلان هو حالته حالة، بضبطه أنا بأكل زين. لا تعال لا تنام، تعال أكل تنام، اليوم شبعان أكل. ما يصير يا ليل، ما يصير، لازم ينام، تأخرنا على وقت النوم. أتمنى أن يبتعد جميع الأشخاص سيئون عني. حاول عدم جذب الانتباه ستكون بخير. أنت تقوم بعمل رائع في المدرسة، ستتفوق في المدرسة، ما عليك ما عليك، كل شيء بيكون إن شاء الله تمام. أوكي الحين حسن نام، هي سعيدة، ما تبي قصة. أوكي عليك كتابة خطاب للمدرسة لإبلاغهم بما حدث. أوكي انجهني بس دقيقة، هذا شنو بالضبط؟ مدرسة ما أدري شنو، كتابة الخطاب الآن وتسليمه لكالوس. كتابة الخطاب أضغط. قام بعض الأطفال الآخرون في المدرسة بالتعامل بقسوة مع كالوس وحطموا بالأمس أدواته المدرسية. أطلب من المدرسة بذل المزيد من الجهد لمعالجة مشكلة التنمر هذا قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة. تمام كتبنا على طول الشيء المطلوب، بس كيف راح أصلح الحين الشنطة حقته؟ ما أدري ما عليه، خلنا نعدي اليوم ونشوف مع بعض وش نقدر نسوي. أنا ترى اشتريت مشط، كيف استعمله ما أدري، وش وضعه أيضا ما أدري. حل الصباح، تعال أكل اليوم جاي. يا عمي الأكل غالي رخيص كله نفس الشيء. اليوم تقريبا شبعان، بنجيبه هني نحممه. أيوة المشط وين؟ هذا المشط. أوكي المشط أقدر أغير شعره. هذا جيد، هذا جيد. نرجع ونروح. أعرف أن الأولاد الكبار يجب أن عليهم الذهاب إلى المدرسة، لكن الأمر صعب حقا. خذ هذا الخطاب إلى معلمتك، يفترض أنه سيساعد في حل الموقف. حاول تجنب الأطفال الكريهين اليوم، اتفقنا؟ أوكي خلنا أول شيء نودي الرسالة. في رأيك هل هذا سيساعد؟ إن شاء الله نعم، لا يمكن السماح لهذا بأن يفلتوا بفعلتهم، أمل ذلك، يجب أن يسمعنا أحد.
أوكي حسنا، لازم أكلم يعني بشكل صريح وواضح يعني أفضل. سأقوم بتوصيله إذن. لا أحب المدرسة، لكن على الأقل يمكنك مساعدتي. روح المدرسة معنا إن شاء الله كل شيء بيكون تمام. المهم أنا حين أروح على طول للدوام حقي، ومتحير اليوم. اليوم ما في وقت إضافي، في أيام فيه وفي أيام لا. فرجعنا ما جاء، وينه؟ دقيقة، إيش قاعد تسوي؟ ليتني لم أقم بتوصيل هذا الخطاب الغبي كما طلبت مني. صار؟ ماذا حدث؟ قرأت المعلم الخطاب في الفصل بصوت عالي وقالت أنني أفضح الأسرار، ثم جعلتني أقف وأرفع ذراعي الأمام في فصل. لا أصدق هذا، لا يمكنها حتى الوثوق بالمعلمين. دقيقة، كان من الأفضل عدم كتابة هذا الخطاب. أي شلون راح نتعامل معاهم؟ غير ملابسك. تحيرت يا جماعة. يا أخوان إيش لازم نسوي في الحالة هذه إذا طحنا في موقف مثل هذا؟ موقف جدا غريب. آسف إن أزعجتك، أنت بمثابة دعم لي، هذا يشعرني بتحسن. أنا متعب، خليه يروح ينام. ما عيبي، ما فيك، ما من عيب فيك، أنت مثالي، لا أصدقك، ما من عيب فيك يا كرس، اذهب إلى النوم الآن، هذا الحقيقة، توقف عن التفكير فيهم. هل يمكنك قراءة قصة من أجلي؟ بالطبع. هذا راح، خلنا نقول له قصة بس عشان شوي نضبط الأمور حبتين. أوكي حلو، نعدي اليوم هذا. إخوان أنا حاليا في ورطة شوي من أمري، لأن بديت أحس أن أمور المدرسة شوي ما قاعد تمشي معاه بشكل ممتاز. ما أدري إيش راح نقدر نسوي في الحالة هذه. ما قال شيء. تعال أكل. زين خليه يروح المدرسة الحين. هو ما في مدرسة اليوم؟ اليوم الظاهر ما في مدرسة. أقدر ألعب معاه؟ اليوم ما في مدرسة ولا إيش سالفة؟ هل حان وقت الذهاب؟ لأن قعدنا قبل، صحينا قبل. هل حاول أن تصمد حتى نهاية اليوم، فحس سيكون يوما جيدا، لن يستمر الأمر طويلا، لا تحزن. قلت له سأحاول. خلاص خليه يروح، أموره تمام، لعبنا وكل شيء. تخيل من الصبح قاعد يلعب كرة قدم، منو يلعب كرة قدم من الصبح؟ ما حد. إنزين عدينا الوقت، ما في وقت إضافي، نكمل مع بعض. فلوسنا طبعاً قاعدة تزيد، جينا للمحل هذا عشان بس نشتري لنا إن شاء الله أشياء جديدة. واحدة، ثنتين، وهذه لا هاي شيلها، جيب هذه واحدة خفيفة. أوكي نرجع البيت. هلا، لماذا الناس يقولون أنني طفل ألماني؟ أنا لست ألمانياً. هؤلاء المشاغبون لا يدركون ما يقولونه، هؤلاء المتنمرون يريدون غضابك فحسب. ليس هم بل آنسة هي من قالت هذا. أخبرت الفصل أكمل أنني طفل ألماني. طبعا لا ننسى أن احنا في فترة حرب، أوكي يعني خالصين من الحرب العالمية، ف يعني أتوقع أن عندهم عداء مع الألمان. عرفتوا يا جماعة، هذا ليس حقيقيا، أنت مواطن نرويجي. لماذا يقولون هذا؟ الله، هل الأمر متعلق بوالدي؟ هل بإمكان التحدث عن هذا لاحقا؟ من الأفضل أن تتجاهل هذا النوع من الأحاديث. خلنا نقول الحقيقة صراحة، لأنه لازم يعرف. نقول له كان والدك جنديا ألمانيا، كان هذا في النرويج أثناء الحرب. الحقيقة هي أعتذر منك، لا يمكن لا خلنا نقول له، لازم يعرف. إنزين أوكي، وهذا كل ما أعرف، تخلت عنك والدك لأن والدك كان ألمانيا. أقول لا، متحير، يعني أقول لا يا لا، يعني أكذب خلنا نقول الصدق. أوكي هذا كل ما أعرفه صراحة، كان أبي ألمانيا. زين شكرا لك على إخباري. ما أدري كيف راح تمشي الأمور الأمانة بعد الكارثة اللي سويتها والكلام اللي قلته. خل نسوي له كيكة. تعال بسرعة قبل لا يصير الليل، كلك كيكة. تمام، كان طعام شاهين، شكرا لك.
سويت له كيكه اليوم. الكيك غالي، تقول المفروض ما اجيب كيك. الكيك ما احسه يعني شيء جيد حق يعني نعدي فيه اليوم. كان بامكانك مساعدتي في اصلاح اغراضي. زين، هل بامكانك قراءه قصه قبل النوم من اجلي؟ انا المفروض اصلح اغراض، نسيت او ما ادري كيف. بالطبع طبعا خلينا نقرا القصه، نعدي اليوم. حنبي نحاول نخليه يكون سعيد، بس ما ادري يعني شوي الشيء حير وصاير صعب. او اكتمل الفصل، اوكي كملنا اول فصل من اللعبه. قمت انت و3% فقط من اللاعبون بشراء حقيبة الظهر. فقط 3% من الناس اللي يلعبون اللعبة اشتروا. قمت أنت و1% من اللاعبين بإخبار كرس عن والديه. فقط 1%. امتنعت أنت و5% من اللاعبين من تحذيره من استخدام الكلمات الألمانية. أوكي، إذا عدينا اليوم، وبالطريقة هذه نكون خلصنا فصل من اللعبة، وراح ندخل فصل آخر كأنه كبر ما أدري. المهم راح نوقف هنا. طبعا راح نكمل من اللعبه اذا شفت دعم كبير منكم. انا صراحه جدا مستمتع فيها. زر اللايك والاشتراك، ونشوفكم على خير باذن الله في حلقات اخرى. مع السلامه. اللايك امره مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.